السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نأخذ الصفحة 19 من كتاب المفيد في الرياضيات بالنسبة لمستوى الرابع ابتدائي. نأخذ تمرين 11 الحصة الرابعة أقوم تعلماتي. أحيط من بين الأعداد المقترحة العدد الممثل في جدول العد. هذا هو الجدول ياك، وهذا بعض الاعداد مقترحه كيقول لك، يعني يقدر يكون هذا الجدول العد هاد مثلا نقط او دوائر ولا اشكال، يعني اللي كيمثلوا لينا في كل وحده. عطيناهم بعض الاقتراحات وصافي. حنا دابا نشوفوا اول حاجه ناخذوا كارقام باش يسهل علينا الخدمه. لاحظتوا في الوحدات شحال عندنا؟ 1 2 3 4 5، عندنا 5 في الوحدات ياك. في العشرات ما عندنا والو، يعني 0. في المئات عندنا 1. في وحدات الألف 1 2 3 4، عندنا 4، هما واحد الألف. دابا سالينا من الوحدات البسيطة، دابا ندوزو للآلاف. وحدات الألف هو 4، عشرات الألف هو 0، ما عندنا والو، إذا 0. ومئات الألف وجوج. كان بامكاننا نبقاو غادا فحال هكا وكنقارنو، ولكن غناخذو بزاف ديال الوقت وغنصعبوها علينا. اللهم ردوا على هذه على حساب ارقام من بعد نقارنوها. فين هي 204105؟ ها هي، يعني هذا هو الجواب المناسب او الاقتراح الصحيح. قال لنا اكتبه بالحروف، شحال هو؟ 200. شحال هذه؟ 204105. 204105. هذا هو بالأرقام أو لا بالحروف عفوا. دابا ناخذ التمرين 12. عندنا التمرين 12 شنو كيقول؟ أصل كل بطاقة بالملف الذي سترتب فيه. هنا عندنا الملفات الأربعة، هنا عندنا الأرقام أو لا الأعداد. عندنا هنا 96008، هنا 409500، هنا عندنا 283027، هنا عندنا 510636. قالوا لنا شكون العدد من هاد الأعداد اللي قرينا دابا، شكون العدد فيهم اللي محصور من ما بين 400000، يعني كبر من 400000 وصغر من 450. شكون هنا بعدا كبر من 400؟ هو 409 و510، ولكن 510 راه كبار عاوتاني حتى من 450، يعني ما يمكنش. اذا هذا هو، هذا كبر من 400 ياك، راه 409500، يعني كبر من 400 وفي نفس الوقت صغر من 450. يعني شنو هو الملف المناسب؟ هو هذا. قالوا لنا دابا شنو العدد اللي محصور ما بين 50000 و100000؟ 50 كبر من 50، شكون اللي كبر من 50؟ هو 96. 96008 واش صغار من 100؟ راه صغار من 100 وكبر من 50، يعني هذا هو المناسب. دابا قالوا لينا شكون اللي محصور ما بين 500000، يعني كبر من 500000 وصغر من 550000. شكون اللي كبر من 500000 اصلا؟ هو 510000 ياك. شكون اللي كبر من 500000 واش هو 200؟ لا، راه 200 صغار من 500 بزاف، يعني 510636 راه صغر من 650. علاش؟ حيتها 5 5 1 5، 5 كبر، يعني هذا هو العدد صغر منه. راه باين 510 راه صغر من 550 وكبر في نفس الوقت كبر من 500، يعني شنو غنلقينا ملف المناسب؟ العدد المناسب لهذا الملف هو 510636. دابا نشوفوا اخر حاجه. قال لك محصور ما بين 200 و300. 200
200,000، شكون اللي كبر من 200,000؟ ها هي هذه كبر من 200,000، 283، ولكن صغار في نفس الوقت من 300. واش وصلت 300؟ لا، هذا ما وصلتش ل 300، يعني صغر منه. يعني هذا هو. وهكا نكونوا سالينا تمرين 12. دابا ناخذوا الحصه الخامسه، ادعم تعلماتي. قال لنا التمرين 13، احيط بخط العدد الاكبر من العدد المعروض في البطاقه. فين هو العدد المعروض في البطاقه؟ وهذا 530,000. قال لك احيط بخط العدد الاكبر، شي واحد اكبر من هذا، نديروا المقارنه بطبيعه الحال. هذا فيه 6، هذا 6 وهذا 6، 3 ب 4 بهم 6 ياك. دابا حنا نقارنوا، عندنا كاملين كيبداو بخمسة ياك، ولكن هنا عندنا 530، هنا 523، 523 صغر من 530، يعني هذا صغر منه. 530 صغر من 524 صغر من 530، حيت راه عندنا هنا 5 5 3 2، يعني شكون اللي كبير هو هذا. ولكن 540 راه كبار من 530، يعني راه 40 كبار من 30، 4 راه كبار من 3. اذا شنو قال لك؟ احيط بخط العدد الاكبر، يعني هذا هو، هذا كبر من 530. قال لنا هنا في التمرين 14، احيط بخط العدد الاصغر من العدد المعروض في البطاقه. شنو عندنا العدد المعروض في البطاقه؟ هو 450,000، شي عدد صغر منه. هنا عندنا 475,000، 7 راه كبر من 5، ها هما كاملين عندهم 6 ديال الارقام، ولكن هنا 4 4 5 7، 7 اكبر، يعني هنا مباشر كبير بغض صغير. عندنا 5 4 4 5 5 0 1، 0 راه كبير، 1 راه اكبر من 0، يعني هذا العدد راه اكبر من هذا العدد. وحنا كما قلنا كنقلبوا على الصغير، هنا 4 4 5 4، شكون اللي كبر؟ 5 بطبيعة الحال، يعني راه 50 49 راه صغر من 50، راه 50 كبر من 49، يعني فين هو العدد الأصغر؟ هو هذا، هذا هو العدد الأصغر عندك، العدد اللي عطينا في البطاقة. دابا نشوفو التمرين 15، شنو كيقول لينا التمرين 15؟ الجدول يبين عدد سكان بعض المدن المغربية حسب إحصاء 2014. هنا عارفين الإحصاء كيدار كل 10 سنين، يعني 2004 2014 2024 إلى غير ذلك. هنا في 2014 دار واحد الإحصاء، هذا الجدول اللي عندنا هنايا كيبين لنا عدد السكان ديال كل مدينة. مثلا عندنا مدينة صفرو، شحال عدد السكان اللي فيها؟ 64,006. عندنا مثلا في الناظور شحال لقينا؟ 161,726. العيون 217,732. تازة 148,456. تيزنيت 74,699. ياك هادو هما الإحصائيات اللي لقينا في كل المدن في 2014. قالك أكبر، أحددو أكبر هذه المدن من حيث عدد السكان. شكون اللي كبيرة؟ ماشي من حيث المساحة، من حيث عدد السكان. دابا حنا درنا الإحصاء عرفنا عدد السكان، شكون أكبر عدد؟ واش هو؟ هنا بعدا نبداو نحسبو، هنا عندنا 5 6 6 6 5، يعني هادو اللي فيهم 5 ما نحسبوهمش، يعني حيت صغار. ندوزو اللي فيهم 6، عندنا 3 الناظور العيون وتازة. نمشيو نقارنو أكبر عدد في أول عدد على اليسار، ها هو واحد واحد جوج، شكون اللي كبير؟ هو الجوج، يعني العيون هي اللي عندها أكبر، هي أكبر مدينة من حيث السكان، يعني هي العيون. عندنا أصغرها من حيث عدد السكان، هادو قلنا فيهم 6، يعني كبار عندها بزاف ديال السكان. بقات لنا هادو اللي فيهم 5 هما الصغار، نقارنهم نشوفو أصغر وحدة. هنا عندنا 5 5، 5 ديال الأرقام 5 ديال الأرقام. ندوزو أول عدد على اليسار، 6 و 7، 6 هي صغيرة، يعني صفرو هي أصغر مدينة. نحسبو صفرو. قلنا المدن التي يقطنها أكثر من 150,000 نسمة، يعني
شكون هما المدن اللي فيهم اكثر من 150؟ صفر في 64، واش 64 كبر من 150؟ لا، اذا ما كاينش صفر. ناطور فيها 161، 161 واش كبر من 150؟ نعم، 161 راه كبر من 150، يعني نكتبوا الناظور. عندنا العيون فيها 217,000، واش 217,000 كبر من 150؟ طبعا راه 200 راه كبر من 100 اصلا، ما بالك 217، يعني 217 يعني العيون حتى هي اكبر من 150 العيون. عندنا تازة، تازة 148,000، واش 148,000 كبر من 150؟ لا، هيا نكتبو مثلا هنايا 150,000. 1154، يعني 5 هي الكبيرة، يعني تازة ما كيناش. تتزنيت حيت فيها اصلا غير 5 فما نخاطروهاش اصلا. المدن التي يقطنها اقل من 100,000 نسمة، يعني اقل من 8، اقل من عفوا من 100. صفر فيها 64، واش صغر من 100 ولا كبر من 100؟ صغر من 100 طبعا، يعني صفر. عندنا الناظور فيها 161، 161 راه كبر من 100، يعني ما نهضروش عليها. العيون فيها 200، 200 راه كبر من 100، حتى هي ما نهضروش عليها. 148 راه كبر من 100، حتى هي ما نهضروش عليها. اذا بقات لنا تيزنيت. علاش كتبنا تيزنيت؟ حيت فيها 74، 74 اكبر اصغر من 100، يعني حتى هي كتحسب من المدن اللي اصغر من 100، اللي فيهم زعما عدد السكان اقل من 100,000 نسمة. المدينة او المدن التي يقطنها ما بين 150,000 و 200,000 نسمة، يعني عندنا 150 و 200، شنو المدن اللي بيناتهم؟ باش ما نغلطوش نشوفو المدن اللي كبر من 150. المدن اللي كبر من 150 هما الناظور والعيون. ها هي، هذه صغر من 150، هذه صغر من 150، هذه عفوا كبر من 150، هذه كبر من 150، هذه صغر من 150. الناظور واش يعني دابا شفنا شكون اللي كبر من 150، دابا خصنا نشوفو شكون اللي صغر من 200. اللي كبر من 150 هي الناظور والعيون، ياك؟ ولكن الناظور راه صغر من 200 حيت فيها غير 161، ولكن العيون راه فيها 217، 217 راه كبر من 100 200، يعني العيون ما دخلاش. يعني شكون المدينه؟ عندنا غير مدينه وحده هي الناظور، هي المدينه الوحيده، عفوا الناظور هي المدينه الوحيده اللي عدد السكان ديالها ما بين 100 و200، 150 عفوا و 200، ما تبقى العيون راه اكبر من 200. فهكا غنكونوا سالينا الدرس ديالنا او لا الصفحه ديالنا، الصفحه 19، ونتلاقاو في الصفحه الجايه صفحه 20 وما بقى.